الحصار يعني نظامه كهرب قليلة، أكل وشرب ضعيف صار، ماديا معنويا اقتصاديا، معابر تسكير على الشعب، ممنوع يدخل، ممنوع يسوي شغلات معينة إنها تمرض حاجة. وكان صوت الصاروخ هو نازل لحاله. كنا نسيب الشبابيك نصها مفتوحه عشان ايش القزاز ما يتكسرش علينا، ننزل تحت ايش الحيطان. انا اصلا طول عمري يعني بتذكرش انه في حسيت اصلا في امان وانا في غزه، يعني طول عمري وانا بحس انه في حروب، في اي وقت مثلا يجي قصف، يصير في اي شغله مثلا صواريخ تنزل، صواريخ تطلع من عندنا، اي شغله تصير. هاي الحرب لما اجت شتتت كل الوضع في قطاع غزه، انه كيف كانت الحرب كله هدم بيوت، هدم مساجد. كنا عاملين زي عصابة ما شاء الله، كنت أنا وأخويا الصغير شمس الدين، فيش حد يجيب مثلا زينا في المنطقة مثلا، يكون معنا مسجلات صغيرة، الكل بده ياخذ هاي الشغلة منا، بس احنا كنا عاملين زي العصابة، ما حدش بيقدر علينا. أيوة محمود. وأنا عمري 15 سنة. هذه العمر زي ما بيقولوها عمر المراهقين. كنت يعني شقي. يعني أطلع أنزل، هوايتي الفزر. من رفع للشمال طلعت وصويت وعملت، مش ما عملتش، لا عملت، وعمري ما خفت. اخويا زرع القوة في القلب، ما عملش انه اخاف من حاجة. اي اشي كان يفرحني وانا طفلة، اشياء بسيطة ممكن تسمع بسمة على وجهي. هاي الصورة كان عمري تقريبا 12 سنة، كنت في مؤسسة الطفل والأسرة. بتذكر إنه كنت كتير فرحانة، كنت بحكي شعر قدام حدا كتير شخصيات مهمة. بالنسبة لطفولتي أنا طبعاً طفولتي متذكرة فيها كتير أشياء حلوة، وكتير في أشياء طبعاً مش حلوة. طفولتي كانت حلوة كتير، لأنه وأنا صغير سافرت على مصر ونفسي بعديها أرجع، هذه الأولى والأخيرة يعني السفرية تبعتي كانت. في صورة وأنا كنت بمصر، هيا، وأنا لابس لبسة فرعون. وبالحرب بتخسرلك عزيز غالي صديق، وبنفس الوقت بأسع مستقبلك. كيف بدي أسع مستقبلك؟ شفت أشياء بنفعش تشوفها. وتاني حاجة دمر مستقبل شامل، تعرفش تفكر، بصير كل تفكيرك إيش فيش حرب، في حرب بس. كان اولاد عمي ودار عمي جايين عندنا شردين من تل الهوى، كانت منطقه تل الهوى كانت كلها ايش قصف. اول ما وصلوا من عندنا قعدوا هيك مثلا مش ربع ساعه دار جانا انقصفت. كنت انا وبن عمي ذاك الموقف زي كانه صار هتو، كنت انا ماسك في باب الارض وبن عمي كان حاطط ايده فوقيه وفلت ايده، انا طرت وقعدت في نص الارض، وقع علي عمود كهرباء انكسرت رجلي، كنت انا بصف رابع وتاثرت علي نفسيا، صرت ايش
كل حاجة أخاف منها، أخاف من العتمة. وأنا صغير كنت أخاف من العتمة، أخاف أنزل الدرج والكهرباء قاطعة. في القصف لما كانت، لما أجواء الحرب كانت عندنا بغزة، لما السيارة تكون مساء على الآخر كان كل الجيران والناس توطوا راسهم إنه أسبة إنه جاي صوت الصاروخ السيارة. أربع حروب حضرنا، بكالوريوس ختمنا الحروب. كل حرب بيجي أسوأ من الحرب الثانية. كتير كتير أنا نفسيتي تدمرت كبنت في غزة، كتير نفسيتي تدمرت. خلص في أي وقت مثلاً حييجي حننقص في دارنا، حتروح، حفقد أي حدا من قريب علي غالي بحبه مثلاً، فكتير كتير حفقد ناس. فكنت في كل وقت مثلاً أنا وضعي كيف في الحرب، كنت أتابع أخبار، أسمع صوت بس إنه وين هذا، بدي أعرف وين كذا وين هذا. فكتير هذا أثر على نفسيتي، وما أنا مش في الليل طول الليل وأنا أضل صاحية، بس اني من اول ما اسمع صوت، وحتى لو نمت من اول ما اسمع الصوت اصحى. فيا ريتنا يعني طبعا ما كبرنا على هيك ظروف او على هيك وضع. وقتش انا وعيت تقريبا من 2014، لكن من قبل يعني كنت صغيره ما كنتش عارفه انه مثلا خلص امي كانت تواسينا في اي شغله، ممكن كانت تضحك علينا، ما كناش عارفين انه هذا احتلال، هذا شغله، هذا بده يستهدفنا، بده يهاجمنا. لا عندي ذكريات مثل الله يرحم جميع خالقه. أول يوم الحرب كنا في البيت تمام مبسوطين، صار الخبط على الجنب. الساعة 6 الصبح طلعنا، صرنا نشوف ناس نعرفها بتعز علينا، نمشي فوق جثثهم مع الخوف ومع الارتباك ومع الدوشة ومع الحرب. ولما وصلنا الشجاعية ما توقعناش نطلع بسالمين، قلنا ميتين احنا. سموها مجزرة الشجاعية، مجزرة المنصورة. تقريبا 40 كأنه او 50 نفر ميتين شقف مشقفين انه هذا. في هاي الفترة انقصف بيتنا، انه كمان صار عندي محور كمان اساسي لحياتي، انه انا مثلا صحيح انه كنت مع عائلتي مرتاحة مبسوطة، ولكن غير مجرى الحياة من نقلة البيت لبيت تاني. كان حاليا في المنطقة اللي انا رحت عليها كان في مكتبة، هاي المكتبة كان فيها مجلات كتير وكتب كتير، وكنا يعني امور الثقافة كانت يعني موجودة في هاي المنطقة. في عمر 17 سنة تقريبا كانت هي المحور الأساسي أو حلقة الوصل للمجتمع الخارجي من عن البيت. كانت هاي المكتبة فيها مؤسسة عاملة كفرق في كل منطقة، في كل فريق كان في عنا هدف، يعني كل فريق في نهاية المشروع تاعهم لازم يكون عنا إحنا كفريق يكون لنا هدف نقوم عليه. حاليا أنا كان الفكرة الأساسية اللي كنت مقدمة لهم إياها كمسرح متنقل، معظم المسرحيات اللي احنا كتبناها كانت من كتابتي تقريبا. بعدها انه صرت اشارك في اكثر من حفله، انه مثلا كشعر وطني، كشعر انه مثلا يكون عن نحو الرومانسي او الغزل او امور كهذه، ولكن كان اكثرها عن الوطن والحماس والامور هاي. كثر الحديث عن التي اهواها، كثر الحديث عن التي اهواها، كثر الحديث. أصدقائي المقربين هم نرمين وحنان وغرام، وأكتر إشي أنا ونرمين، إنه أنا ونرمين بكل حفلة بكون إنا بصمة فيها، بكل حفلة بكون إحنا شاعرات الحفلة، يعني الكل بيحكي فينا، يعني من هدول البنات مثلاً إنه إحنا متفقات على هذا الإشي. هيكون عنا أكتر من فقرة، هيكون وتشمل مع هيك إنه
صح انه تحدياتنا اكبر منا لكن احنا اكبر منها، وغير هيك صح اننا شاعرة انه كل من يمتلك القلم والكلمة يصنع حياته ويرسمها. فيوم من الايام كتبت قصيدة وظهرتها يعني على السوشيال ميديا وجابت يعني عدد من اللايكات وتمام التمام، وكملت مسيرتي الحمد لله ونشرت قصائدي وكتاباتي وعملت حساب على الانستا اسمه شاعرة الوطن. فكل ما انزل قصيدة يعني في تفاعل عليها، بتكون في اشي قبول، فانا من الدعم هذا صرت استمر في قصائدي وما استسلمت رغم كل الحصار، رغم كل الالم، رغم كل اللي احنا بنشوفه بحياتنا، انه ما استسلمنا، فيش اشي صعب علينا. يعني اشهد يا تاريخ وسجل يا زمن انه هالوطن إلا وما بنبيع، ورايته مرفوعة من يوم من كتب هالوطن لأهله ما ينباع، وعلمنا أولادنا انه فلسطين حرة وحقها ما يروح ولا يضيع. هاينا وصلنا الكهرباء ما بتيجيش عندنا الا 6 ساعات، و6 ساعات يا دوب تيجي تكتمل فيهم، ما بتيجيش ال6 ساعات خالص، يعني كبيهم يجيبوها في اليوم طول اليوم، تضل جاي الكهرباء 2 ساعة 3 ساعات متواصله. عندك الميه بتنقطع كثير، يعني احنا مره الاسبوع اللي فات كنا من غير ميه، هذه حتى الان بنواجه مشاكل في الميه. عندك مشاكل الاشياء الممنوع تخش في غزه، يعني لقيتها في غزه خارجيا بدك تلفلف، قول له ليش مش مغير كاوشوكة السيارة؟ عجل السيارة نبدأها، ليش مش مدخله؟ والله لي غالي الكاوشوكة. وظيفتي بياع دخان، إلي بسطة على خط البحر على الكورنيش. بصحى الساعة 7 للساعة 2، مش مبسوط فيها، نفسي أشوف شغلانة تانية أحسن منها بس مش ملاقي، وماشي حياتي فيها، بعمل لي 10 شيكل 20 شيكل. صح انه انا معي شهادة سكرتارية تنفيذية، ولكن في منحط اخر او منعطف اخر، انه احنا موجودين في غزة بتمين واو او هو بمعنى هو الواسطة موجود وين مكان، فانه الانسان مش عارف وين يروح في غزة. حاليا انا عيلتي 5 شباب وثلاث بنات اللي هو انا الثالثة وامي وابي، لكن في فترة من الزمان صار في عنا انه اخي الكبير انه سافر عشان دراسة، ونتيجة اللي شافه في الوضع في غزة انه قال انه انا هروح على هجرة وهينهم، يعني تقريبا صار له 20 سنة ما نزل غزة بسبب الوضع اللي في غزة والحصار. بعدها يعني تقريبا قبل 4 سنين تقريبا طلعت اختي المهندسة واخويا الاستاذ طلعوا كمان نفس الطريقة هجرة، لانه الكل بيعرف وضع غزة، الحصار والاقتصاد بشكل عام، انه كل شيء مدمر في غزة. فيش حلم انك تمشي عليه صح او انك تعمله لغزة، اللي بده يعمل حلم بده يعمله برا، غير هيك لا، غزة فيش احلام انك تكونها صح. للدراسة اللهم صل محمد وصلت توجيه، بطلت من توجيه، ما كملتش تعليم، يعني اني اكبر مش اصغر، بس غزة ما فيش فيها طموح كثير، صعب انه تصير، لانه فيش ماديا وفيش شغل، اني اعمل حالي، اكون حالي. امي كان بدها اني افوت تمريض، بس انا عشان البي رغبتها فتت دورة طب عملي واخذت يعني على الاقل قدت خبره مثلا وهيك، وبس فتت التخصص اللي انا حباه واللي انا بدي اياه واللي حاسه حبدع فيه، والحمد لله يعني ابدعت وانجزت الحمد لله.
أنا تخصصي إدارة أعمال. أنا فتت هذا التخصص عشان أكون عشان لازم أن تكون إليك شخصية ناجحة مستقلة إدارية، ففتت هذا التخصص عشان هيك. وأنا يعني شايفة حالي بعد 5 سنين مثلاً أني أكون إدارية ناجحة طموحة محققة للكل، عندي شركة مثلاً 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 طبعاً. عندي أصدقاء مقربين كتير، أصدقاء طبعاً الأصدقاء أنا بحس إنه مش بس فترات، يعني إنه في مثلاً بيحكوا فترة المدرسة خلص خلصت المدرسة وبتنتهي، الصحبات ما عمرهم بينتهوا. صحباتي في الجامعة أنا مريت في شدة كتير كتير، وقفوا معايا وسندوني وكانوا معايا يعني لا غنى عن عيلتي، كل يوم مثلاً ييجوا ويتصلوا ويتطمنوا، غير إنه مثلاً لقوني أنا طافية نت أو مثلاً هذا على طول بيقلقوا إنه صار معي ظرف. كيف أنا انحرقت؟ كنت مروحة من الجامعة، أمي كانت بتطبخ ورايحة تصلي صلاة الظهر، حكت لي بس إنه غطي الطنجرة، وكانت في طنجرة طبيخ بازيلا وانكبت على رجلي يعني، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فلما طبعا اجوا الاقارب يزوروني وهيك فنصحوني في اطباء بلا حدود. ثاني يوم انحرق مباشره، رحت وانا ما بعرف عنه طبعا، الحمد لله ما عمرنا تعرضنا لاي حرق هيك في عيلتنا يعني. كنت اللهم صل على محمد العب كوره، العب حديد، بعد الاصابه وقفت على كل شيء، بطلت العب حديد وبطلت اللهم صل على محمد العب كوره، وقفت حالي، بطلت اطلع فيزر، بطلت اطلع سيارات، بطلت انزل اروح، قعدت 3 سنين سنتين وانا موقف على كل شيء. صوت في مسارات العوده شرق غزه الشجاعيه الساعة 2 الظهر يوم جمعة. خلاص ما لما بتذكر بنخنق منها قصص العودة. بحبش التنجاب صرت يعني. خلاص ربان لأنك بتذكرني بمواقف يعني مش حلوة إلي. أكلت طلق متفجر في إيدي اليمين بين كتفي ومفصل النص، وانقطع عندي الأوتار وعندي سقوط في اليد في الكف، ولولا طب على حدود ما عملتش عملية وزبطت بيخلف على طب على حدود. هو أول مرة أخذني فيها حملنا أخوي الصغير كان اخوي الصغير معايا اللي قال لي خذه خليك انت ويا بابا. سمعت خبر اصابتكم، واحد يقدم هيك شويه على المناطق الخلا يطخوه يعني الكاوشوك ما بيأثرش حاجه عليهم، النار اللي بتولع نار العجل ما بتأثرش حاجه ما بيأثرش قبال الكلاشن قبال السلاح، ايش بحجر بده يأثر قبال السلاح. سيدي هيني نازل وين يا حج؟ هلا كل ما ايش بتسوي؟ ولا حاجه. تسقي الشجر كناك؟ اه. يلا نقوم نلعب تنس. يلا حج يلا هلقيت انا بطفي البربيش. مش تطفيه. ها. الزيتونه كويسه ايش؟ بدها ميه زي البني ادم. اه. ولا يا حج. هي الزيتونه يعني
مربوطة بالقدس وفلسطين شجرة الزيتون. هل قلت له وقتش بدك تضلها كيكة؟ ايه؟ الزيتون الشجرة لو وقتش بدك تضلها شغالة المية؟ بدها شغالة، بدها هي كمان ربع ساعة. ربع ساعة خلص، واحنا بنلعب تنس وبنجايلها. يلا يا حاج بنتلعب سهلة يا رب. بس على نفسه يتفرج علينا وانا الطاولة كويس. يلا لقيت بغلبك. هاي مضبك كمان جاهز. أنا بلعب تنس يعني بقول من فعلي من الستينات في نادي خدمات جبالي، وبعد استمرينا نلعب 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 لما في السبعينات هدوا المخيم جبالي ورحلونا وجينا سكننا في غزة، فضلينا ملتزمين على نلعب. أنا علمت عبد الله وعلمت أولاد عمه كمان، وأحب يعني وفي الحارة هني يجي يلعبوا ألعب معهم شباب صغار هيك، بحب يعني روحي طفولية، بحب أنا بحب أشوف الناس بخير. أنا هواياتي طاولة التنس، بلعب بتنس طاولة جد كويس كتير كويس، وبنفس الوقت بحب بجري، بطلع أنا وشباب أصحابي هيك شبه يومياً. أنا من الساعة 6 الصبح بنطلع نجري على البحر، من ضالنا هيك وبنطلع على البحر هيك نغير من الهم تبعنا، نغير الجو. الوضع اللي اجى فيه والوضع الاحتلال، وضع الكابوس اللي هم عايشين فيه، وضع صعب، وضع تطور كمان لما طلع الجديد هذا الفيسبوك والمك هذا يعني علمهم الكسل، يعني بطل يقوم بده يشرب وهو قاعد، له خاطر يشرب هو جالس وهو يلعب. أنا هذا الفيديو هوايتي هي، أنا بلعب ببجي كلاش أوف كلانس، ببجي لعبة أكشن، حماس طخ، تنزل تلعب تقتل ناس، هذا أنا في لعبة ببجي تيم محدود يعني، فبنجيب معنا كمان أشخاص إلنا أصدقاء كتير في لعبة ببجي ومعارف من برا غزة كلها، من برا فلسطين، فبحب أتعرف بلعب لعبة ببجي بلعبها إيش؟ بسبب إني أتعرف مع العالم الخارجي. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ باخذ رقم الواتساب نتكلم مع بعض. اللي شاب صاحبي هذا بعده زي اخوي في البحرين، بدرس في الجامعة البحرين، انا وياه بنقعد 24 ساعة اغلب الوقت بنكلم بعض، بس هيك هو ملي عشان درسته. بنقعد لما نقعد نحكي مع بعض، كان يكلمني في وقت الحرب ما رضاش يطفي الخط، كنا صار قصف. شاب لما كنا ايام الحرب كان يكلمني يسمع صوتي، هو ايش صار لك؟ كيف حالك؟ ايش بخير؟ كنت حدثه على غزة، كان يعرف الوضع المادي تبع غزة صعب جدا وكل شيء. واللي شاب صاحبي من سوريا بجيلي زي حالتي، مش ملاقي حاجة، كل حاجة وضع سوي صعب عندهم برضو نفس الشيء. غرفتي أنا المكان في كل غزة كلها بحب غرفتي، لأنها هي الوحيدة إيش الهدوء عندي وراحة البال تبعتي، لأنه لو طلعت برا الشعب كله بتندقى في بعضه من قلة المصاري وقلة الوضع والناس كلها مخنوقة. لما كنا نيجي على البحر ننبسط واحنا صغار، حاليا ما لما كنا نصير نشوف البحر اشي طبيعي صار. ليش؟ خلاص لان النفسيه تعبه.
ولما اجت الحرب قبل كم من سنه برضو قصفوا ضر لعقبالنا، قصفوها واكيد تضرر بيتنا. يعني يوم وقت ما قصفوا هذا البيت انا كنت قاعده وماسكه دفتري وبكتب قصيده عن الوضع اللي قاعد بصير حاليا. وانا بكتب الصاروخ نزل وانقصفت البيت، وانا ما استسلمتش ولا خفت ولا اشي، يعني ضلتني مستمره بالكتابه. مثلا انا عندي متابعين كثير من برا، فلما حدا يسالنا على غزه انه بفكروا غزه خلص فيها حصار وفيها وجع وفيش فيها انه حياه منيحه وحياه كويسه، فاحنا بنلغي هاي الفكره انه نوصل صوره جميله على غزه، انه غزه عادي رغم الحصار ورغم كل شيء صار بغزه عادي، ما زلنا مستمرين ومبسوطين والحمد لله وبنقاوم، وان شاء الله غزه بتصير احسن واحسن لما ينفك الحصار من عندها. هو مكان المفضل البحر، لأن البحر بتحس براحة نفسية، بتقعدي على شط البحر تتأمل بالبحر. مثلا إن كنت حزينة مثلا وما لقيتش حدا تحكي له بتحكي للبحر، فإنه إحنا كمان حتى فوق هيك موجودين في غزة على أمل، على تضحية، على طموح وأحلام لسه.